رئيس الشبيبة القيروين عاد الأسبوع اتهم شقيق رئيس الحالي للجيس كاز وهير باللكحل بتهديده بالقتل. أكثر تفاصيل على الموضوع هذا نسمعوه من عند المترشح للرئاسة عاد الأسبوعي. والله بالنسبة للشقيق الرئيس الحالي للشبيبة مش الأول مرة، تعاقبت عدة مرات. المرة الأولى كانت في رمضان، احنا موجودين لفتح باب الانخراطات وموجود عدة مخرطين باش يقدموا الانخراطات متاح، وكان معايا السيد عادل المنفذ شهاب بوخريس. نلقاو السيد هذايا بالزي المدني متاعه، عنا تصاور ما تثبت اللي هو بالزي، والسيد عادل المنفذ عملنا محضر، قدمنا به قضية اللي هو منعنا وخرجنا من مقر متاع الجمعية. المرة الثانية كنا نحن موجودين في اجتماع مضيق قريب شوية المقر، جينا كذلك بالزي المدني متاعه وعنا تصاور تثبت، وبعثنا شكون يصور فينا طفل صغير، ومن بعد طفل قرأ وبعثني السيد هذايا زهير باللكحل. للمرة الثالثة على إثر استدعائنا منطقة الأمن الوطني بالقيروان للحصول على نسخة من كراس المنخرطين بعد أن أذن لنا النيابة العمومية بالإذن على العريضة من تمكيننا من النسخة، مشينا مش ناخذ النسخة، نلقاو السيد هذايا زهير باللكحل موجود أمام مقر منطقة الأمن الوطني، رفض اتجاهنا بعمارات منافية للأخلاق، وعنا شهود في الغرض موجودين منهم الرئيس السابق لفرع كرة القدم، منهم أسامي أخرين وذكرناه. قال لي فهمتني بالحرفية نخسر عليك كرتوشتين، هذا اللي خلينا نستوجب الأمر أن نقدم قضية في الغرض للتهديد بالقتل من طرف السيد شقيق مراد باللكحل. كان هذا المترشح للرئاسة عادل الأسبوعي. في المقابل نسمع رئيس الحالي لشبيبة القيروان مراد باللكحل شنو هو رد على الاتهامات اللي طالت شقيقه. والله أنا مش نجاوب على السؤال هذي، نقول حسبي الله ونعم الوكيل وكهوة، خطر إذا كان وصلت الرياضة باش نحكيه على تهديدات بالقتل باش نعملوا حملة انتخابية ولا باش نشوه خصومنا، أنا نقول على الدنيا سلام. أنا ما دخل شقيقي في الجمعية هذه، ده يقول شقيقي تهم يا أخي، وين نعيش وإحنا الدولة فيها قانون رأيه، فيها مؤسسات، فيها سلطة قضائية وأمنية. يعني إذا كان اتهامات كما هكا بدون حتى سند قانوني ولا ما حتى دليل، هذا تشويه لأعراض الناس وقدح فيهم وفي عائلاتهم، دونك أنا نقول نترفع على الشيء زي زايد، معناه خير إجابة كون الواحد يصمت، فما قانون وأكيد شقيقي عنده ليسان دفاع وينجم يدافع على روحه وعنده سلطة قضائية نجم يلتجلها،